الأسماء عندنا التعبيد ما يكون إلا لله، عبد الحسين، عبد النبي، عبد السيد، عبد كذا، ما يمكن. عبد السيد إذا يقصد الله سبحانه وتعالى السيد الله تبارك وتعالى. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. قال له رجل، قالوا له أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوهموا فيه السيادة التي لا تكون إلا لله، الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. ولهذا عندنا العوام إذا قلت له يا سيد قال سيدك مولاك عامي. وبعض أخواننا لو تقول له أنت سيد قل جزاك الله خير شكرا.